ده السر الاختراع في الوحدة الأولى إن شاء الله الثالثة عليه درس اسمه مجموعة الكميات الفيزيائية. في الدرس ده بنقدر نفرق ما بين حاجة اسمها الكميات الفيزيائية عندي وأرواحها. اتفق عندي الأولويات الكميات الفيزيائية دي عبارة عن نوعين. في كميات فيزيائية بيقول عليها اسمها كميات فيزيائية قياسية، وفي كميات فيزيائية بيقول عليها اسمها كميات فيزيائية متجهة عامة. إيه الفرق بين الاثنين بأمثلة؟ هو ده محور الدرس كله، وبعدين تاخد عندي مثال أو مثالين لكل واحدة فيهم اللي يوصل تاخد المثال بتاعتها. يبقى كده خلصت الوحده على خير ان شاء الله. الكميه الفيزيائيه القياسيه قال لي راجل عشان تعرف الكميه دي وتوصفها وصف تام وتبقى فاهمها فاهم دقيق لازم تعرف عندي حاجتين، رقم واحد تعرف المقدار بتاعها، رقم اثنين تعرف وحده القياس بتاعتها. عشان كده الكميه الفيزيائيه القياسيه التام بتاعها قال لي هي عباره عن كميات يلزم تعريفها او وصفها وصفا تاما معرفه المقدار فقط او المقدار وحده القياس. ليه قلنا المقدار فقط؟ لان مفيش عندي مقدار غير وحده قياس، مفيش رقم هيجي لك غير وحده قياس. اما اقول لك انا طولي انا طول اهو واحد، واحد ايه؟ واحد سم، واحد متر، واحد كيلو، لازم طول. يبقى المقدار لازم يجي عند وحده القياس. فانت في التعريف لو قلت الكميه القياسيه هي اللي بيلزم تعريفها او وصفها معرفه المقدار فقط صح؟ لو قلت معرفه المقدار وحده القياس عندي صح او لا؟ من امثله الكميات الفيزيائيه القياسيه عندي قال لك الكتله، المسافه، الطول، الزمن، الكثافه، دي كلها يا جماعه امثله من امثله الكميات القياسيه عندي. يجي لك سؤالك في الامتحان اكمل عبارات الاتيه من امثله الكميات الفيزيائيه القياسيه نقط نقط، وتكتب لك بقى اي من دول الكتله مثلا المسافه عندي او المسافه والزمن او الطول والزمن اي كلمتين منهم عندي. يجي لك في الامتحان سؤال علم الماده دي تعتبر الكتله من الكميات الفيزيائيه القياسيه والتعريف، لانه بيحصل وصفها معرفه المقدار وحده القياس بتاعتها عندي. يزيد عليك ايضا تعرف وحده قياس كل كميه قياسيه من دول. الكتله مثلا بالجرام او بالكيلوجرام، المسافه بالسنتي او بالمتر، الطول بالسنتي او بالمتر، الزمن عندك ثانيه او دقيقه او ساعه، والكثافه جرامي اللي احنا خدناها في الاعدادي على السنتي متر المكعب عندك. ادي الكميات القياسيه، الكميات القياسيه هكون عارف التعريف بتاعها وعارف المساله عشان جاي المقارنه. اعرف التعريف بتاعها كويس جدا من دي، يجي لي سؤال في الامتحان على الرقم او المقصود به مصطلح علمي، يجي لي سؤال عارف الامتحان بأي واحدة من الخمسة دول بمثابة الكمية القياسية أو أي اسم يقول لك عدد إيه الشيء ده أو إيه الشيء ده الكمية القياسية والتعريف بتاعها على طول. ده الكمية القياسية. طب الكمية المتجهة. متجهة لو جينا حللنا الكلمة دي هتلاقي توصل في نهاية كلمة اتجاه. يبقى الكمية المتجهة قال الكمية عشان تعرف لازم تبقى عارف فيها ثلاث حاجات. رقم واحد المقدار، والمقدار بيجي مع وحدة القياس بتاعها. ورقم اثنين لازم تبقى عارف الاتجاه. عشان كده التعريف بتاعها قال لي هي عباره عن كميه يلزم وصفها او معرفتها معرفه تامه معرفه المقدار ووحده القياس بالاتجاه عندي. ما ينفعش تقول الكميه دي من غير ما يطلع لها اتجاه عندي، يبقى كلامها غلط. يبقى ما تقولش كميه متجهه. ليه؟ لانك لو قلت الكميه بالمقدار وحده القياس بس يبقى اسمها كميه قياسيه عندي، ما هياش كميه متجهه. يبقى ما المقصود بالكميه المتجهه سؤالا ما المقصود بيها او سؤال اعرف؟ هتقول هي الكميه التي يلزم تعريفها معرفه تامه معرفه المقدار وحده القياس والاتجاه عندي. يجي لك التعريف دوت مصطلح علمي في الامتحان، يجي لك التعريف دوت ما المقصود بيه او عرف، كل ديت اسئله تجي لك على مهر في التعريف الموجود قدامك. طب الامثله؟ قال لك الامثله عندك الازاحه، عندك القوه، عندك العجله، عندك السرعه المتجهه عندك. سؤالك في الامتحان من العبارات الاتيه من امثله الكميات المتجهه مواط مواط، قول له عندي مثلا الازاحه والسرعه المتجهه، والازاحه والقوه، او العجله والسرعه المتجهه، او العجله والقوه، اي كلمتين عن المتجهة. طيب يجي لك الامتحان سؤال عادل عن المادي، ليه المساحه تعتبر كميه متجهه؟ قول له عشان يلزم معرفتها معرفه المقدار ووحده القياس بالاتجاه. يجي لك دمج الاثنين مع بعض، يعني ايه دمج الاثنين مع بعض؟ يعني اول سؤال يجي يقول لك كده س قارن. قارن لي بين الكميات القياسيه والكميات المتجهه. انت عارف عندك ان انت عندك نوعين هو او نمطين او وجهين مقارنه هتقارن بينهم، تعريف ومثال. الكميه القياسيه تقول لي لازم معرفتها معرفه المقدار وحده القياس بس. زي مين يا عم؟ زي الكتله والمسافه والطول والزمن. الكميه المتجهه تقول لي لازم معرفتها معرفه المقدار وحده القياس والكميات. زي مين؟ زي المساحه، زي القوه، زي الوزن، زي الضغط، زي السرعه المتجهه، كل دي امثله متعدده. يجي لك سؤال اكبر في الامتحان يقول لك تعتبر نقط من الكميات القياسيه بينما يعتبر نقط من الكميات المتجهه، يبقى في الحاله دي عايز انت تحط مثال هنا ومثال هنا. يعتبر نقط من الكميات القياسيه هات اي حاجه من اي كلمه من الكلمات الخمسه اللي قدام ولا يكون الزمن. بينما يعتبر نقط من الكميات المتجهه هات اي كميه من الكميات الاربعه اللي قدامي ولا يكون العجله.
يجي لك سؤال عن الامهات اللي هي المسافه للكميات القياسيه بين الازاحه من كذا المنطقه، هتقول له تعريف ايه وتعريف ايه؟ لان المسافه لازم نوصلها معرفه المقدار وحده القياس فقط، بينما الازاحه لازم نوصلها معرفه المقدار وحده القياس. ادي كل ما يتعلق يا جماعه عن الكميات القياسيه والكميات المنتجه، س قارن، س مصطلح علمي او مبسوط بيه، س اكمل يجي لك في الامتحان، س علم يجي لك في الامتحان، جزء واحد منهم او مع بعض، كل دي تطبق امثله على الكميات الفيزيائيه بنوعها اللي هي القياسيه والمنتجه. طيب بدا الكتاب عندي يمشي شويه ويبدا يديني نماذج او امثله للكميات ديت ويدرسها بالتفصيل. النهارده هنتعلم على الفرق ما بين المسافه والمساحه. ايه الفرق ما بين المسافه دي والمساحه دي مفهومه بالتفصيل؟ اما المسافه دي ان شاء الله هتبقى حصه كامله هناخدها بالترتيب مع بعض، نشتغل المسافه ونشتغل المساحه مع بعض الحصه الجايه ان شاء الله. نكمل كده هو واجي اقول ايه الفرق بين المسافه والمساحه. تعالى كده معايا. ادي البيت. وادي المدرسه. النقطة دي بس البيت عندك والنقطة التانية بس عندي المدرسة. وأنا المفروض أطلع من البيت الصبح وأروح المدرسة عندي. طيب المفروض إن أنا في عندي طريق أسفلت سالب اللي هو خط مستقيم سالب أنا بمشي فيه من البيت للمدرسة مباشرة. الطريق دوت وليكن من البيت للمدرسة بياخد 3 كيلو. بس لما جيت أمشي في الطريق دوت والطريق ده حصل فيه عطل. فاضطر الراجل بتاع الأتوبيس اللي هو سايب المدرسة أو الموبايل أو راكب معاه في العربية يلف بيا لفة شوية. فمشي بالنمط دوت. فما جينا نبص على العداد عشان نعرف المسافه اللي احنا قطعناها لانها 10 كيلو. ايه الفرق بين رقم 10 كيلو والفرق بين 3 كيلو؟ هو ده الفرق بين المسافه والسرعه. فالمسافه قال لك هي عباره عن طول المسار الفعلي اللي بيسلكه الجسم المتحرك ما بين موضعين، الموضع الاولاني بقول عليه اسمه موضع بدايه الحركه، والموضع الثاني بقول عليه اسمه موضع نهايه الحركه عندي. فصل كده معايا تاني. قال لك طول المسار الفعلي، ده مقصود طول المسار الفعلي، يعني عايز اعرف الجسم دوت مشي قد ايه بالظبط. من نقطة بداية الحركة لنقطة نهاية الحركة. لما جيت ببص لقيت الجسم مشي 10 كيلو. لأنه ما مشيش في الطريق دوت المباشر عندي. أهو ده اسمه المسافة. يبقى المسافة اللي أنا بتاعها هي عبارة عن طول المسار الفعلي اللي بيسلكه الجسم من موضع بداية الحركة لموضع نهاية الحركة عندي، ده التعريف بتاع المسافة. يجي لك في الامتحان سؤال ما معنى؟ يعني إيه جسم قطع مسافة مقدارها 5 كيلو متر، هشيل كلمة مسافة وأحط التعريف بتاعها. بقول له أن المسار الفعلي اللي بيسلكه الجسم المتحرك من موضع بداية الحركة لموضع نهاية الحركة بيساوي 5 كيلو متر عام. يجي لي سؤال المصطلح العلمي، اكتب المصطلح العلمي طول المسار الفعلي اللي بيسلكه الجسم المتحرك من نقطة البداية لنقطة النهاية طول اللي هي المسافة. يجي لك سؤال أكمل، تعرف أو تعرف المسافة على أنها نقط يبقى أنت تجيب التعريف. أو يعتبر طول المسار الفعلي اللي بيسلكه الجسم ما بين موضعين معروف ويعرف باسم نقط طول في الحالة ديت عندي المسافة. طب المسافة ديت بتمثل عندي إيه يا عم؟ قال لي هي مثال من أمثلة الكميات القياسية اللي لسه شرحناها ورا بالتفصيل. يبقى الكمية القياسية إحنا قلناها كمية لازم نوصلها ومعرفتها معرفة حاجتين، المقدار ووحدة القياس. لو قال لك الجسم مشي مسافة 5 كيلو كده أنا فهمت. فهمت جملة سليمة. طيب المساحة؟ المساحه هو الطريق المباشر ما بين البيت وما بين المدرسه عندي. عشان كده تعريف المساحه قال لك هي المسافه المقطوعه في اتجاه سالب. انت بتشوف نقطه البدايه ونقطه النهايه وتشد ما بينهم خط مستقيم، اهو الخط المستقيم ده اهو اسمه المساحه عندي. فالمساحه هي عباره عن المسافه المقطوعه في اتجاه ثابت او في اتجاه واحد عندي. منين يا عم؟ من موضع البدايه لموضع النهايه، بما ان لها اتجاه فتعتبر المساحه امثله من امثله الكميات المنتجه. يجي لك سؤال في الامتحان ما معنى؟ يعني ايه جسم قطع ازاحه مقدارها 3 كيلو متر شرقا؟ لازم هنا في الحاله دي يقول لك اتجاه. لازم يحدد اتجاه. ليه؟ لان الازاحه طبعا كده متجهه. فبقول له يعني المسافه المقطوعه في اتجاه الشرق تساوي 3 كيلو متر شرقا. او تساوي 3 كيلو متر خلاص احنا قلنا كيلو شرقا. الازاحه دي لها مقدار اللي هو الرقم بتاعها. عرفوا العلماء على انه عباره عن طول اقصى الخط المستقيم ما بين موضعين. انت بتشوف البدايه فين والنهايه فين وتشد ما بينهم خط. الخط ده هو اقصر مسافه ما بين الموضعين دول، اهو اقصر مسافه ده هو اللي عندي المقدار. اما بقى المسائل بتاعت المسافه والمساحه يا جماعه فدي مسائل كتيره جدا هندرسها بالتفصيل سواء كان الجسم ده بيمشي في مسار مستقيم او غير مستقيم او دائري الحصه اللي جايه ان شاء الله. شكرا.